15 دينار. زمان جاي هون؟ ليش؟ بسأل، يعني زمان ما سافرت؟ زمان ما سافرت عمو؟ بيطلع سفر ليش؟ طب هذا مدة هي معناته. مسافر هلا، ان شاء الله بالسلامة. ان شاء الله بالسلامة. What are you asking for؟ احنا في ضريبة هلا طلعت جديدة من 4 أيام تبلغنا عنها. عم بحضروا فيها، اللي هي ضريبة تمشي، ضريبة تسوق، ضريبة موظفين، ضريبة كاش. انا والله ما عندي غير هذول، حط بوكات 15 دينار. هو ضريبة أنا بقول لك إياها. شو قديش بدي أدفع ضريبة؟ ضريبة بدك تدفع كمان 20 دينار ضريبة عليها. على هذول؟ بطل تشتري. لا ما هو بطلت، هي صعبة. لا ما تعصب أستاذ. ما بدي، بدك 15 لا 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 ما بدي. تعال تعال نتفاهم عليها. بديش مشان الناس تعال. بحط لك يوم تعال. بديش بحط لك يوم. بدك يوم ما نهائيا. والحل؟ الحل بدي ترجع الفلوس. طب هدول مين بدي رجعهم؟ انا برجعهم. بس في ضريبة دخول أول مرة بدك تدفع. يا سلم عليك. كل هيك اشتريت بدك تدفع. ما بشتريش. مبروك عليكم والله يوفقكم واتمنى. لا بدي احط لك اياهم تعال. ما بدي اشتري. لا لا بديش تباكو. لا لا بدي اعطيك انا تباكو. ما بصير اخذ قرض ثاني. تدفع ضريبه ثانيه. ادخل بسرعه. طب نتفاهم هون، الناس كلها بتطلع علينا. شو بدك تعطيني هدول؟ لا بديش اعطيك. بدي اعطيك اياهم هدول. بديش تباكو. هدول ثمنهم 7 دنانير ونص. الاثنين كويس. بيجيك عندك ضريبة، لحظة حبيبي، ضريبة تسوق، ضريبة موظفين، عندك ضريبة مرات، ضريبة تمشي. كويس. كل واحدة عليها هي بحدود من، نحسب لك عليها كل واحدة 3 دنانير ضريبة. ثلاثة اه 12 دينار. 12 دينار و7 حبيبي انت سمعت شو بحكي؟ احنا عندنا ضريبة، ضريبة جديدة اللي هي ضريبة تسوق، ضريبة موظفين، ضريبة بلاط، ضريبة تمشي. تمام؟ يعني حسابك هدول بيطلعوا، الحساب هدول بيطلعوا تقريبا 12 دينار و75 قرش، بالعام ضريبه بحدود 13 دينار، بدك تدفع 25 دينار و70 قرش. اتفقنا؟ بس ايه بالسامع. رهينة. ما فيها مراعاة محلي هو يعني؟ لا يعني خصم شيء بسيط يعني، ضريبة على شوية مراعاة. بخصم لك نص ليرة، ادفع لي 25 دينار بس. اعطيني قديش معك؟ اعطيني هاي 5. ماشي؟ تفضل. بس اخذ كمان غرض جوا، بس عليها ضريبة ثانية. ماشي اه بدك 10 ليرات 12 ليرة بدك 10 ليرات ونص اه بدك تدفع ضريبة عليهم؟ لا والله ما بدي. ايه؟ ما بدي. وصعب اصلا نرجع. ما بدي. لا عم ببلغ على الضريبه الجديده بس استاذ. ما بدي اشتري. فاجأني في الضريبه، قلت لا ما بدي. اي كرتوتك عندك؟ لا ما في شيء بس انتو. لا استاذ. بس ضريبه جديده ما بيعرفها، بلغوا عليها بس. بس ترجع ما بنرجع. ايش بدك تدفع ضريبه ثانيه؟ فلوس ضريبه وما بدي اياها. كيف؟ تاخذ الضريبه وما بدي اياهم؟ لا تدفع 12 ليره ضريبه وما تاخذ؟ لا ما بصير. يعني اعطيني 20 برجع لك دينار. لا ما في 20، ما معي الا هذول. خمسه وخمسه 10 واثنين 12. ناخذ اي عمله ثانيه؟ ما في، ما معي حبيبي. انا استاجر طريق بدي اياه كلها. الله يخليك. 50 درهم. معلش مسيل هذول الله يخليك. تعال خذهم انت، اعطيني ضريبه اليوم. لا حبيبي ما بدي اياه. خلص بدناش نبات. شو هذا؟ اعطيني هاي. هاي حقه، هاي الضريبة تاعتها. خلص خذها وخلص. معك كيس دبر حالك.
هات لي واحد وخذ السبعة. يلا لا ما بنفع، لا اثنين تاخذهم. رجع السبعة. كيف؟ رجع السبعة، ما بدي اياهم. وصيبي تلبسني اياهم تلبيس. لا مش هي مش مسألة تلبيس، ما بدي اياهم. انا ما بدي اياهم، انا ما بدي اشتري، بطلت اشتري. ولي يا رجل طب بس ونسامحك على ضريبه التمشي. ولا تمشي ولا شيء، هاي خذ 12 دينار واعطيني اثنين مثل ما باخذ دائما. ما في ضريبه. ها ضريبه او مش ضريبه؟ ما في كيس، انت كل مره تاخذ تحطه تحت ايدك. خلص اعطيني اعطيني ضريبه. ضريبه ما حد. بدك تدفع عمي ولا لا؟ خلص ضريبه. نعم بدفع اثنين. بدك تدفع اثنين وضريبه، يعني هلا ضريبه هي الزلمه عم بيدفع. طلع ما ادفع يا اخي، شو دخلك بعدين؟ يعني انت بتنصحني؟ ما شاب راسي انا من هالشغلات. خلص خذ روح امشي. نصيحة بنصحني، قال ادفع. قال خلص شكرا. شو لك مصلحة؟ ما لوش دخل. دخل فيني. طيب هسا وشو رايك؟ اخذهم ب 12 ولا ارجعهم؟ ها ما صار شيء يا سوق البيت ما تخشك شر. والله لا تاخذهم. والله لا تاخذهم. عمي هات بوسي. كل عام وانت بخير. يا هلا. احنا حبينا نمزح معك مزحه لذيذه ببرنامج اسمه الكاميرا الخفيه. شفته؟ حياتك. حاسس بمصيبه جايه لي.